هاني. ايوه الرصاصة لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامة تبقى ترجعها له. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش إيه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه بقى؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقة الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربية؟ السكك كلها مطبطة وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجلة بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه سيبك من التيل خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذة، قلت لكم لما تعوزوا حاجة تقولوا لي ولا لازم اقرص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي. الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اهو ده، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه، احنا في منطقة لبش والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على عربيه بوم؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهبي. يا بنات، المؤاخذة اللي كانت مشكلتي مش معاكم انتوا، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتوا. يلا يا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك اسماعيل ياسين؟ ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ شفت حاجة كده؟ شوف لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقشة أصلاً، أوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في إيه؟ ما إحنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وأنا صغير لما أبويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه أنت أبوك كان يأجوج ومأجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. أيوه. خد الجواب ده ادي لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب ام الغالية اصيل ابكي أنزف وأموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، أنت ما اتضربتش بالنار وأنت بتحرس الحدود، أنت اتضربت بالنار وأنت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، أنت اللي خليتني أعمل كده، أنا ما كنتش عايز. أنت حرامي. ما تفكرنيش يا أنت حرامي وده مصير كل خير. قلت لي روح، أنا ما كنتش عايز أروح. إيه يا واد؟ قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخاطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي،
استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطق. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. اجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه، صح؟ وانا متبت شن. ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتي لي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2 3. ايه يا واد، في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين كذابه، عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لتلاته ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكاسمة. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي عالطلقة يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبسعادة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب مادام انت كده بقى، انا هقولك الكلمتين اللي فيهم الخلاصة. قولي. البت نيلي دي قوية ومستقوية ومناخيرها في السما، بس كل ده عالفاضي، عاملة زي الفرسة الجامحة وعايزة الخيال اللي يحكمها. أيوة، يعني أخذ كورسات ركوب خيل في نزلة السمان يعني، ولا أعمل إيه؟ لا يا روح أمك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذة كده. لا مؤاخذة إيه؟ خالد صباح لا مؤاخذة، قلت لك أنا كويس وزي الفل وكده، أنا كده. آه طب كويس يا أخويا إنك كده. طب بقى لا مؤاخذة، أتكل أنا على الله وأسيبك تستريح وتفكر لك شوية. خالتي صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقة؟ ولا متضايقة ولا حاجة، هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمة كده؟ بقولك كل حاجة راحت يا نيلي. مفيش حاجة راحت. ازاي يعني؟ انا عارفة انا بقولك ايه، مفيش حاجة راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتي لي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس انا في حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. انا اللي مجنني ان احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي أوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا. ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحك. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقول لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسامينا. ماذا أعطيها الآن؟ فلة وياسمينة؟ الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضحك. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا حمار؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طب اختصر صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمرة العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ ضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرفتينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ اه شريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك منها يا عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه
اه شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط، ما تاخدي تليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنيلي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بعيد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بره. بره ايه وخلاص؟ ما خلاص يا ابني انا قلت كتير. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكون شي صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بعيد 717. 717 717 ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى، انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن مش ممكن، بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه والدنيا بطايق واثبات شخصيه، ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هي هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها، صندوق بس. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم، طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه والاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ طبعاً لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، وحد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي. يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريف. أم العريس صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق صك بو عك تعك ما زو كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت على الموضوع. ودي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيري بارا بام بام بارام بارا بام بام بيري بارا لا بيري باري لي با بار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 
الله، ايه الجمال ده، ايه العظمه دي كلها بصراحه. والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكريه تفكر انت على الله بقى. بالمناسبة الجميلة دي بقى يعني نسمع حاجة كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هما تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك معايا محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام. سلامة.
ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنتي في ايه؟ بقالك ساعة ما قعدانا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو مفيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ المؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي. ممكن تديني المجلة ثانية؟ ثانية بليز. حاجة مهمة جدا. فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسيكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو. باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعه ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القراده مش هيطلع الا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه ازاي بس؟ ده معاه المجله واحنا معانا المتاهه. متاهه؟ معانا المتاهه ازاي يعني؟ فاكره لما قلت له هات هات المجله بسرعه عايز اشوف حاجه؟ فاكره. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو. وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه أي حاجة. ماشي يلا. إزاي عملت كده؟ طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. ما انا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينده له يقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ.